Ils ont poussé, mais alhamdoulilah, on était bien en place. On avait une bonne organisation. Et voilà, on a dû patienter durant presque 80 minutes avant de marquer le but. Et alhamdoulilah, c'était une délivrance. Donc on est content de ce résultat, mais comme j'ai dit auparavant, il faut de nouveau directement penser au match de samedi, Inch'Allah, contre Asfi, qui sera primordial, capital, Inch'Allah, pour la course au titre. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة كنشكر الجماهير اللي جات ساندتنا طيلة 90 دقيقة. بالنسبة للمباراة فهي ما كانت سهلة، لأن برغم التعب اللي ظهرنا عليه في ساحل العاج، كنشكر هاد الرجال اللي حققوا ثلاث نقاط وبقاو عازمين طيلة 90 دقيقة. الحمد لله الجمهور ما بخلش علينا، كيشجعنا، وكنقول لهم من هذا المنبر أنهم يثقوا فينا، وإن شاء الله لما لا تكون بطولة ودادية إن شاء الله. ففوز بن صرشي فهو استاذ كبير بالنسبه ليا، وكنحترمه بزاف، كنحترم القرارات ديالو. انا هنا لاجل الفريق ديالي، فيما احتاجني الفريق غنكون ان شاء الله واقف معاه في اي لحظه، وكنتمنى نكون كنادي داكشي 100% وكيرضيو عليا جماهير الوداديه ولا الطاقم التقني ديال الفوز بن صرشي.